يعني يا باشا مفيش اي واجب لينا كده؟ والله يا فندم حاولنا نعمل لحضرتك اي خصم بس للاسف مش متاح. باشا همزه فين؟ اتفضل امضي. لو نزلت دمياط كنت جبتهم برص التمن بس مش خساره فيه. شكرا. شكرا لحضرتك. يلا الحاجات في الدور التاني يا عم سيد زي ما قلت لك. عامل ايه؟ اتأخرتوا كده ليه؟ ورد كانت محتاره تاخد ايه وما تاخدش ايه؟ سيب امك تمشي كده مش خايف تتعكس؟ انا قلت مش هسيب حاجه احسن نرجع نندم عليك. ربنا ما يجيب ندم. كنا جبنا اوضه نوم جديده احسن من الاوضه اللي كل شويه تقع بينا دي. جديده ده ايه؟ هو في اوضه نوم زي اوضه ماما؟ الله يرحمها كانت بتسيبها وتنام على المصطبه. الله يرحمها كان نفسي تشوف اللحظه دي. جبت بقى كل المسبوطات بعت الواد العتبه وغيرت وشوش الكهرباء كلها. شغل المناصر مفيش زيه. ايه رايك في الفيلا يا كابتن؟ حلو قوي بس سيبك من الكلام ده. الحمام السباحه بتاعي. بص الواد سايب البيت وهم حمام السباحه. انا مالتهولك وظبطهولك تعال. ايه رايك يا بطل؟ ايه ده؟ دي مش تسلسل اتيكيت التلفزيون. ايه يا عم الكلام ده؟ عايز اكبر من كده ايه؟ ما تبقاش مفترض. ربنا خفص بكرون الارض ما تكسرش مقاديف ابوه. طب انا عاوز اجربه دلوقتي. اجري البس مايو انا جايب لك خمسه من عيد لبيب. بتعملي ايه يا شيخه؟ بتغوي يا شيخه احنا في القناطر. نقعد هنا ازاي وتوسخ الهدمه الجديده اللي عليك ونقعد؟ بقولك يا ماهي قولي هو احنا فاضلنا فلوس قد ايه يعني بعد ما صرفنا الحاجات دي؟ والله بعد ما طلعنا نسبه كمال ودفعنا لام سعيد ووصل الامانه بتاع اسلام بقى يا دوب معانا اللي يمشينا. طب انا كنت عايزه اقولك على حاجه كده بس ما تتعصبش. قولي ومش هتعصب. انا كنت شايفه يعني ان احنا المفروض نلم ايدينا شويه. خلي بالك الفيلا دي هتخلينا نصرف كتير قوي يعني مثلا مش لازم نجيب شغالين. انا اشتغل بنفسي يا بنت. ده انا تعبت وعملت كل ده عشان تبقى ملكه عشان تبقى برنسيس وربنا ما تدخل المطبخ ده عمره. ليه بقى ان شاء الله وانا اكلي وحش يا بنت؟ لا بس عايزه ادلعك وهننك. وبعدين ريحه الطبيخ في الهدوم مش حلوه. ماشي. انا كنت بفكر استنى عشان السلم بس محتاج صامولتين لسه عايز اقرط عليه. بالراحة. ايوه. نجيب عربيتين ملاكي شغلهم اوفر. بعدين الواد كمان كان قال لي كده على شركة حلوة في مكتب بيجي يصور الفيلا ويصور جنيناتها. نجرها بقى المناسبات افراح اعياد ميلاد حاجات شبه كده. حلوة الفكرة دي وهي بدل شحطات الطقوس. حلوة ايه؟ الفكرة. لا مفيش أحلى منها. عم ادي على ده وربنا يرزق. شعرك حلو قوي. دفع فيه قد كده. الو. ايوه يا ماهر. مبروك الفيلا. كمان. مين معايا؟ اوعى يا ماهر تفتكر ان احنا هنسيبك تتهنى بفلوسنا. فلوسنا هترجع لنا. وفوقيها الثمن كل اللي عملته معانا. والله انا ما عارف انا بتكلم مين ولا مين بيكلمني ولا حضرتك بتتكلمي عن ايه. الظاهر كده ان النمره غلط. ما تخافيش حقهم برضه اللي عملناه فيهم من شويه. محروقين بس بيلعبوا مع الشخص اللي قبل. قومي نلعب مع الوقت. قومي نستمتع بالبي سي. اوعى اوعى